الخضار لو عندي ومحتاج استعمله، لو الخضار ابتدى يدبل، لو حاجه زي الفلفل ابتدت تدبل، اسهل حاجه ان انا اعملها ممكن اطبخ بيها او ممكن ادخلها الفرن عشان اشويها. وممكن طماطم كمان اجيبها واشويها اذا كانت دبلانه او حتى لو طازه، وعايز اعمل اللي هي زي ما بيقولوا الطماطم اللي هي في الفرن، بدل ما بنشفها على الشمس انشفها في الفرن. طالما هفتح الفرن نتكلم على حاجات تانية اللي احنا بنعملها وممكن نعملها في الفرن، بس احنا متعودين نقليها في الزيت اللي هو البتنجان. انا لو جبت شويه زيت حطيتهم في قلب رشاش وحطيت هنا البتنجان ورشيت عليه شويه زيت وشويه على الصينيه نفسها، ده بيكونوا كافيين لما بدخل دول الفرن واسويهم ان البتنجان بيكون مستوي وبيبقى سهل وما بتشربش زيت كتير. فاذا كميه زيت قليله ممكن تقليلي البتنجان من غير ما احط فيه زيت كتير. اما الفلفل بمجرد ما بطلعه وبحطه ينهوت في قلب الكيس وهو لسه سخن، بيبقى سهل عليا ان انا اقشره، فبجيبه كده اهوت، وبتبقى القشره نفسها بتطلع بسهوله بمجرد ما بمسك الفلفله، بتطلع بالطريقه ديت وبتخلص من كل القشر الخارجي بتاع الفلفل ايا كان اللون بتاعه او ايا كان النوع بتاعه. لكن باجي بعد كده بلاقي البذر اللي هو موجود جواه. البذر اللي موجود جواه اسهل طريقه علشان اتخلص منه، بجيب ميه، بفتح الفلفله واحطه في ميه، بنزل الفلفل في ميه وبطلعها، وبمجرد ما بطلعها ممكن احطها في طبق، ودوت ممكن بعدين احافظ عليه بشويه زيت واخليه عندي استعمله في وقت اللي انا محتاجه واخليه في التلاجة. اما الطماطم اللي حطيناها في الفرن بتبقى سهله القشره بتاعتها انها تتشال، بجيبها وبرفع القشره حتى لو بارده او سخنه مش هيجرى حاجه في الحالتين. البتنجان وفكرته وفكره اذا كنت هعمل متبل او بابا غنوج، بجيب البتنجانه وبمجرد ما بطلعها من الفرن بعد ما بتستوي بحطها هنا وبقطعها، بقطع الحته ديت وبلفها في قلب بلاستيك علشان بعد ما اجي اقدمها باجي هنا واضغط على البتنجانه من جوه واخد بس اللحمه اللي جوه، واذا كان في اي قشر بيبقى سهل ان انا انزعه، ودوت اللي انا محتاجه عشان تقشير البتنجان. الطماطم لو انا محتاج ان انا اقشرها واخليها صحيحه زي ما هي، بجيب الطماطميه واقطعها حته صغيره بحطها في قلب ميه بتغلي لمده 10 ثواني، بجرد ما اطلعها بحطها في ميه سخنه، وبعد كده بقشر الطماطم، بتبقى سهله في تقشيرها بنفس الطريقه. اللوز والمكسرات كل حاجه ليها طريقه، لكن نتكلم على اللوز اللي هو اكتر حاجه بتستخدم. بجيب اللوز بشيل القشره الخارجيه وبعد كده بحط دوت في قلب ميه بتغلي لمده 10 ثواني، وبعد كده بطلعه وبضغط عليه، بتبقى سهله ان القشره نفسها لو ضغطت على اللوزه بتتشال بسهوله. ممكن بعد كده بحمص اللوز دوت. فدي كانت بعض الافكار ازاي نقشر خضار او مكسرات.